باش تروديو بها الموطور ديالكم ويطلع مزيان في حدود 300 كيلومتر الاولى، تجي كل الموطور مازال ما ضربش حتى حاجه حتى زيرو كيلومتر. 300 كيلومتر الاولى هي الاساس، السيلندر مازال ما تنفخش البيستون، مازال الشوميز رطب ديال السيلندر بزاف الحوايج. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي للجميع، نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده نتوما والاهل ديالكم والحباب ديالكم. كما وعدتكم دائما بالجديد، قناه مطفيلي تقدم لكم حلقه اللي هي مهمه، كثير الشباب تسولوا عليها، هي طريقه الروداج، كيفاش تطلع الموتور ديالك حار، كيفاش ترودي الموتور ديالك، شنو هما النقط اللي خصك تبازي عليهم، شنو هي السرعه اللي خصك تمشي بها، شحال من كيلومتر خصك تضرب في النهار، واش تخلي الموتور ديالك يسخن وتحطه مره يبرد، وتيقول لك واش نبدل الزيت في الاول او نخليه حتى الاخر. كما تعرفوا الفورنيسور ديال البيكان او لا جميع الدراجات الناريه كاملين تيقول لك بان واحد خصو يمشي في الموتور ديالو في حدود 50 كيلومتر، يعني ان الموتور ديالك ما خصكش تفوت فيه 50 كيلومتر في الساعه، وانما ما تيقولكش الطريقه اللي خصك ترودي بها الموتور، شخص تمشي برومييي، شخص تمشي دوزيام، شخص تمشي تروازيام، و حتى الكاطريام شخص تمشي فيه، يعني ما تعطيكش الطريقه السهله اللي غتقدر تخلي الموتور ديالك انه يترودا مزيان. كما تعرفوا الخوت بان الموتور ديالنا تيكون فيه عندنا فيه بيستون، عندنا فيه شوميز ديال السيلندر، عندنا فيه البياله ديال الفيبروكان، عندنا فيه البينيوات ديال بوطا فيتاس، عندنا فيه لومبرياج، وعندنا فيه فولا مانيتيك، الكيلاس اللي فيه لاغبغاكام، وفيه الفريخات ديال لي سوباب. يعني هاد النقط كلهم الخوت الى تصنتوا معايا حتى الاخر الحلقه غادي تستافدوا وغتاخذوا بعض النقط اللي ما عمر شي واحد عطاهم لكم، وان شاء الله غادي نتقاسم معكم جميع المعلومات اللي غتفيدكم في المستقبل، بان الموتور ديالنا فاش تيجي في الاول تيخرج مازال فيرج، الموتور ما عمر ركب عليه شي واحد، ما عمره ديماره، يعني ان الموتور ديالكم تيكون مازال ما عمر تحرك ليه لا بينيون ولا حتى حاجه. الطريقه السهله اخوتي اللي هي اهم حاجه هو ان الموتور ديالك تديماريه، تتخليه على الاقل يسخن على الاقل ساعه د المكانه، ساعه شحال واحد غيقول لك راه غيسخن الا بقى واقف، ايه راه خصو يسخن، خصو يسخن على الاقل واحد ساعه د المكانه باش الميكانيزم ديالو في الموتور تيسخن و تيطلع ليه الزيت لابعد نقطه اللي هي لي سوباب اولا الفريخات ديال لي سوباب اولا تيدخل لاغبغاكام، تيدور مع لاشين، تيدور مع البينيوات، تيدور مع قلت لك المانيفال، تيدور مع اي حاجه، تيدخل ما تيوصلش الغرفه قلت لك الاحتراق، وانما تيوصل للشوميز وتيوصل للبيستون والساكماكت ديال الراكلور. من بعد سكت الموتور ديالك يبرد واحد 10 دقائق او 5 دقائق بما انت تجمع وريقاتك من عند مول المحل اللي غادي يعطيك الموتور ديالك وتركب على الموتور ديالك. فقط نصيحه الخوت هو انك تركب على الموتور ديالك بوحدك، ما يركبش معك لو بارتنير ديالك، ما يركبش معك الراكب الثاني معك، تركب بوحدك، دير الكاسك ديالك ودير الكمامة ديالك للسلامه. السرعه المحدوده كما قلنا 50 كيلومتر، عند الطريقه اللي هي مهمه هي ان هنا كاين هنا تيكون ليسونس، هنا عدد الكيلومترات ديال السرعه كيلومتر بارور، هنا لو تريب، لو تريب هو ان تيكون في الاول زيرو زيرو كيلومتر حتى تورك على هاد البطونه تبقى مورك عليها، تيتمسح لك هاد الزيرو هذا تيولي زيرو هنايا، يعني الموتور ديالكم تيكون زيرو كيلومتر. هنا الا وركتي على صابون ديك البطونه شي شويه بحال هكايا تعطيك عدد الكيلومترات اللي تقريبا تخرب الموتور، الا كان زيرو راه يكون زيرو، الا كان ضرب كيلومترات راه يكون ضرب كيلومترات. وهنا الرونفلاج، شنو هو الرونفلاج؟ هو 1000 تور 1000 تور 1000 تور بار مينوت، هي هنايا عندنا تقريبا 1000 تور بار مينوت، هادي دابا قلت لك باش يديماري لنا قلت لك الموتور 2000 تور 3000 تور 4000 5000 6000 حتى 12000 تور بار مينوت.
يعني الموتور ديالكم الا بغيتو يعني ترودا مزيان هو انكم خصكم تمشيو به دقه دقه. بالنسبه للبرومي ما تفوتوش به 3000 تور بار مينوت، يعني هاد الموري هذا يطلع حتى لهنايا 3000 تور بار مينوت. وبالنسبه للدوزيام ما يفوتش 4000 تور بار مينوت، ياك عقلوا معايا. بالنسبه للبرومي ما يفوتش 3000 تور بار مينوت، ودوزيام ما يفوتش 4000 تور بار مينوت، والتروازيام ما يفوتش 5000 تور بار مينوت، وحتى الكاطريام حتى هو ما يفوتش 5000 تور بار مينوت. فاش تفوتوا 300 كيلومتر تما خصكم ديروا الروداج، خصكم ديروا الفيدونج ديال الموتور ديالكم وتنيطويوه من الزيت الخبيثه اللي كانت فيه في الاول ديال الروداج. وهذاك الروداج شنو هو الروداج؟ هو احتكاك ديال البينيوات، يعني اخوت احتكاك ديال البينيوات، البينيوات ديال ديال بواطا فيتاس ديال الشونجمون اللي هي دوز برومي دوزيام تروازيام كاطريام، ديال المانيفيل ياك، ديال اخوت اللي هي لاشين اللي كاينه شاده من الفيبروكان حتى قلت لك بغا كام ياك. وفيها ثاني كذلك لاشين اللي كاينه في سميتو فولا مانيتيك، ثاني كذلك فيها لاشين اللي هي شاده من الفيبروكان حتى للرويضه اللورانيه، تو احتكاك ديالهم والبينيوات ديالهم تو تحت المكان ديالهم. ثاني كذلك فيها الفيردوات ديال الفران تيتحكوا وتيسخنوا، هادو ماشي الداخل ديال دابا تنخرجوا، دابا خرجنا على خارج الماكينه. الا دخلنا للماكينه كذلك كاين احتكاك ديال الرماد ديال الفيبروكان، فيها ثاني كذلك السخونيه ديال البياله ديال الفيبروكان، فيها ثاني كذلك احتكاك ديال السيغمات ديال البيستون والراكلور ديال السيغمات ديال البيستون، في احتكاك ديال الشوميز اللي هي غرفه الاحتراق، شوميز ديال سيلندر، وفيها كذلك احتكاك ديال لي سوباب ولا غبغاكام. هادو كلهم تيتحكوا داخل الدراجه، يعني الاهم هو داخل الدراجه. من بعد ما تيترود الموتور ديالك تيولي مزيان تدوز 300 كيلومتر على القسم تقريبا قبل السرعه اللي كتوريتكم في الاول، هو انه ما تفوتوش 50 كيلومتر في الساعه وما تفوتوش 5000 تور بار مينوت في سرعة الموتور. يعني فاش تفوت 300 كيلومتر تدير الروداج ديالك، تدير الفيدونج ديالك، ومن بعد تتغير الزيت ديالك، ومن بعد شحال الوقت اللي بامكان باش تردفع شحال من واحد يقول لا خصني ردف شي حد معايا المدام، معايا الوليدات. ولذا هنا تنصحكم الخوت بانكم من بعد ما ترودي الموتور ديالك 300 كيلومتر الاولى بامكانك تزيد في السرعه اللي هي ما تتجاوز 5000 تور بار مينوت. ضروري اي حاجه 5000 تور في الاول درنا برومي حتى ل 3000 تور، دابا فاش غنفوتو قلت لك 300 كيلومتر غنديرو برومي في 4000 تور بار مينوت، وغنديرو كذلك دوزيام حتى ل 5000 تور بار مينوت، وتروازيام 5000 تور بار مينوت، وكاتريام 5000 تور بار مينوت. اذا كلهم من غير البرومي هو اللي 4000 تور بار مينوت، وانما الدوزيام والتروازيام والكاتريام كلهم غيكونوا 5000 تور بار مينوت. يعني الموتور ديالك غتولي تمشي به ديك 60 55 حتى ل 60 كيلومتر، ما تفوتش فيها 60، من 300 كيلومتر حتى ل 1300 كيلومتر، حيت خاصك كل زيت تاخذ شي زيت مزيانه، زيت تتغير من بعد 300 كيلومتر بالنسبه الثانيه على 1000 كيلومتر، يعني 1000 كيلومتر على 1300 هي 1300 كيلومتر باش انكم تغيروا الزيت ديال الموتور ديالكم. من بعد الخوت ما تتوصلوا 1300 كيلومتر ديال الروداج، في حدود ديك 1300 كيلومتر فاش توصل 800 كيلومتر ديال الروداج بامكانك تهز معاك بارتنير ديالك، الام ديالك ولا الاب ديالك ولا الصديقه ولا الصديق ولا الاخ ولا الوليدات ولا اي حاجه. ما تخافش ديك الساعه الموتور ديالك ما تخافش عليه ان الشوميز غيتجرح او لا السقمات غادي تحرقوا او لا البياله غتفتل والسق تبقى تقرقب لكم مع الوقت، وما غاديش دوك البينيوات ولا شين ما غتفتلش، وانما في ديك حدود 300 كيلومتر الاولى باش درتي الروداج ديالك
باش تبغي دير فيدونج ديالك حاول تمشي عند مول المحل اللي شريتي من عنده الموتور على اساس باش يزير لك لي سوباب على اساس باش يزير لك لي سوباب الخوت والموتور ديالك يشد الرالونتي ديالو وتقادو الفيس ديال الريح الى دخلتو للحلقه كيفاش ديماري الموتور ديالك تما غتعرفوا كيفاش تزيدوا في الفيس ديال الريح باش الموتور ديالكم يديماري مزيان في الدقه والحيد. تحياتي لكم الدراري ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه هذه. بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله كاين الجديد ونجيبوا واحد الدوره وسط المدينه وخارج المدينه ان شاء الله. تحياتي لكم الدراري وتبارك الله عليكم ولنا موعد ان شاء الله في حلقات مقبله ان شاء الله وبحوله. تحياتي.